الله الله يا امي، اهلا يا امي، الله يسعد لي هالمساء. الله يسعد مساك. شو عملت لنا اليوم؟ اليوم عملت لكم كبسه قد ما بتحبها، بدي اظلني اكرر لك اياها. الله يسعدك. هاي البهارات الصحيحه يا انس: الهيل، العود، القرفه، اللومي، والكزبره الحر. بدي انزل دجاج على البهارات الصحيحه. يا عيني عليك. نكهه البهارات الصحيحه بنقلبه حتى ياخذ لون هالشكل هذا. وانا يا امي بحب احط بودره الدجاج عشان تعطيها نكهه ذاتي. ومعلقه رب البندوره، بندوره مفرومه ناعمه، وبنحركهم. هاي الجزر المبروش يا امي، شوف ما احلى لون الوانهم يا انس. والله لوحه فنيه يا امي. شايف ما احلاهم؟ جنن شكلهم، بيفتح النفس. الله يعطيك العافيه يا امي. وهسه بدير عليها المي بخليها تستوي. ونسيت بهارات الكبسه، عادي يعني لو حطيتها هسه ما بتاثر. بنحركهم مع الدجاج، بنخليها تستوي. بعد ما استوى الدجاج بدي احطه بالصينيه عشان اشويه. نزل الرز المنقوع والمغسول. شايف ما احلى الريحه؟ والله يشهي. اه والله. فرن بنحمرهم. كبسه ما بتزبط يا امي الا بالدقوس. يا سلام. بندوره، فليفله، وتوم، وليمون، وملح، بس. الدقوس جهز. هاي هيك الكبسه جهزت يا امي. يا سلام عليك يا امي. يا حبيبي. والله يسلم ايديك يا رب. الله يسلمك يا حبيبي. شوفوا شوفوا اشي بيجنن. يشهي. اه والله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أمي.